فضروري يبقى عندنا ناس تستحمل في ماتشات افريقيا غير ماتشات الكونفدراليه غير ماتشات الكاس والدوري وهكذا يعني. طيب حضرتك كنت موجود في بعض الصفقات اللي موجوده، انا مش عايز اقول اسمها لان خلاص انا محترم قرار مجلس الاداره مهما كان كل الناس كلها بتتكلم، لكن الناس ليها وجهه نظر ان هيعلنوا كل الاثنين الناس الجاي. ورا حسين لبيب ومجلسه. طب وكمان اي احنا حد عمل اي شيء هو يعتبر حسين لبيب ومجلسه. انا عاجبني الحقيقه جدا الروح اللي شغالين بيها دي ومجموعات العمل اللي شغاله وفي صمت وفي سريه، لكن انا محترم ان هم قالوا ان الاعلان يوم الاثنين الجاي لان احنا عارفين ممكن هنا لحد اخر يوم يحصل مستجدات كتير، هم عندهم وجهه نظر فنحترمها مهما كانت قال في الاعلام الفتره اللي فاتت. ده الحقيقه كلام في منتهى الاحترام، بس انا كنت عايز اعرف الكلام المباشر من غير ما نقول اسامي الصفقات، اللعيبه دي احساسها ايه وجاه نادي الزمالك في الظروف دي؟ هل عارفين مطلوب منهم ايه؟ انا كنت عايز حضرتك اكيد حضرتك حضرت جلسات لا لا شبه لا دي. احنا سمعنا كناس، وهذا رئيس نادي فيوتشر هو بيقول لك ناصر ماهر كان مطلبه الاول والاساسي والاخير والمحل انه يجي نادي الزمالك، واحمد سليمان قالها كذا مره، قال لك كل لعيبه مصر عايزه تيجي نادي الزمالك، نادي الزمالك يملك روح في لعيبته وطريقه اداء وطريقه بتاع بتعلي الناس. على فكره اساسي لما جالنا كان جاي قاعد احتياطي في السعوديه، وبن شرقي لما جالنا كان قاعد احتياطي برضه في فرنسا. لا ده كان بيلعب ولا ده كان بيلعب، اللي علوا اساميهم قوي كده فرقه وجمهور نادي الزمالك. وبالتالي انا ما عنديش غضاضه خالص ان اللي جاي كله هيبقى جميل. يا رب. يعني احنا ناصر ماهر عايز يجي الزمالك، عبد الله السعيد بقى له 5 6 7 انتقالات عايز يجي الزمالك واحنا عايزينه. كل اللعيبه الصغيره دي حياته، الولد محمد عاطف بتاع طنطا ده، كل الناس دي انا متصور باذن الله تتالق باللعيب امبي اللي جبناه ده رائع. واللعيب بتاع اوغندا، كل اللعيبه دي باذن الله تتالق مع الزمالك او على الاقل يعني. وجود اللعيبه الكبار زي شيكابالا وعبد الله السعيد وكده. الحقيقه طبعا كلام يمكن مهم جدا، لكن برضه انا الحقيقه يمكن عايز اكمل تاني رؤيتك ان شاء الله يا رب باذن الله الفتره الجايه. حضرتك قلت لي فتره حاسمه، متوقع كمان الجهاز الفني الجديد احنا عارفين انه في سي في قوي، طيب الانسجام ده شايفه ان شاء الله ممكن يحصل سريعا؟ هو الراجل عارف ان داخلين على مرحله حسم المرحله اللي جايه وماتشات مهمه جدا جدا. والله انا سمعت الكابتن حسين مره بيقول انه كان بينقي في احدى الاجتماعات، يعني بينقي مدربين كان بدون كل واحد 5 ايام يحلل فرقه نادي الزمالك عشان ما يجيش على يعني يجي عارف يعني ايه زيزو ويعني ايه شيكابالا ويعني ايه فلان ويقول رايه في الفريق. فعجبني جدا فكره انه بيبعت يعني عايز اقول ان الراجل اللي جه ده عارف الفرقه دي زي انترفيو، اكنه بتعمل انترفيو للمدرب يعني. لا ومحلل اداء فرقتك انت الزمالك من قبل ما يجي، فعارف اغلب مش جاي عمياني يعني جاي وفاهم قدرات فرقتك وعيوبها وميزاتها وكده من قبل ما يجي. طب وبالتالي مش جاي لسه هيتعرف على الفريق، هو تقريبا شبه متعرف على الفريق.